بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أحمدك حمد الشاكرين وأشكرك شكر الحامدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه واجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي مشاهدي قناه الموصليه الفضائيه احييكم باجمل تحيه فاقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تقبل الله تعالى صيامكم وصالح الاعمال ما زلنا في شهر رمضان المبارك وبرنامجنا وبالحق نزل المقتبس من قوله تبارك وتعالى: وبالحق انزلناه وبالحق نزل في هذه الحلقات المباركه وضمن هذا البرنامج نستضيف فضيله الاستاذ الدكتور احمد عامر الدليمي التدريسي في كليه التربيه بنات جامعه الموصل فباسمكم جميعا ارحب به اجمل ترحيب حياكم الله دكتورنا بارك العزيز الله بارك الله فيكم بارك الله فيك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال امين اجمعين ان شاء الله دكتورنا العزيز تكلمنا فيما سبق عن عده حلقات حول الامور الاعجازيه في القران العظيم فتكلمنا عن الكون تكلمنا عن السماء وتكلمنا عن الجبال وتكلمنا عن المياه الان احببنا ان اليوم نذكر الخصائص الهندسيه للبرزخ والحاجز في القران الكريم فنبدا بسؤال كثيرا ما نسمع البرزخ هذه الكلمه في القران الكريم ما دلاله البرزخ وما دلاله الحاجز تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقه اذا عدنا الى المعاجم فقد تعددت المعاني المعجميه البرزخ والحاجز فالبرزخ هو ما بين كل شيئين، ما بين شيئين. نعم, نعم. والبرزخ ما بين الدنيا والاخره كما ورد في قول الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. أما كلمة الحاجز الحاجز هو فاصل فاصل أيضا بين شيئين لكن هناك تمايز دقيق بين المفردتين والمحاجزة الممانعة والحاجز الحائل بين شيئين هذا ما يعني يرد في المعجمات ويمكن الوقوف على جانب من التمايز بين المفردتين في القرآن الكريم ما ورد في القرآن الكريم فالحاجز استعمل في القران الكريم مع المكان الحاجز جميل مع المكان بينما البرزخ فقد استعمل مع المكان والزمان جميل ثم ان الحاجز يدل على مكان ضيق حاجز مكان ضيق اضع هنا في هذا الكتاب بين صفحتين اضع حاجزا بين صفحتين فهذا مكان ضيق اما البرزخ فدلالته واضحه على المكان الواسع وحتى ايضا الزمان الطويل. واعتمد النظم القراني هذين اللفظين البرزخ والحاجز كمصطلحين علميين، يمكن ان نقول انهما مصطلحين علميين للحيز المائي الذي يفصل بين مائين مختلفين في الكثافه. ماء عذب وماء ملح او مائين ملحين مختلفين في الكثافه. لم يسبق أن استعملا واستخدما لهذه الظاهرة قبل نزول القرآن الكريم فصار كل من البرزخ والحاجز اسما علميا لهذه الظاهرة الطبيعية مع ما تضمنا من عناصر التمايز لأنهما تميزا فقد ورد لفظ البرزخ والحاجز في القرآن الكريم للدلالة على ظاهرة طبيعية تحدث في المواضع التي تلتقي فيها المياه المياه العذبه بالملحه او بين نوعين كما ذكرنا من المياه المالحه او الملحه التي هي مختلفه في كثافتها وقد ذكر بعض المفسرين ان الحاجز والبرزخ شيء واحد هذه مساله مهمه وان التعبير القراني قد استعمل لفظين مختلفين للتعبير عن حقيقه واحده من ذلك مثلا قول الزمخشري في تفسيره حاجزا كقوله برزخا لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه دائما والذي يعني يراود اذهان اهل البيان واهل البلاغه هل يوجد ترادف في القران الكريم؟ يعني هذا من باب الترادف ان ان يكون يعني هذين اللفظين دلالتهما على شيء واحد وطبعا هو الترادف هو تعدد الالفاظ بمعنى واحد وهو عكس المشترك المشترك اللفظي يعني بالضبط عكس ذلك. من هنا فلا يمكن ان يعطي لفظ البرزخ المدلول نفسه للفظ الحاجز. لابد ان يكون هناك تمايز بين هذين المعني، هذين اللفظين في السياق. وهناك اختلافات دلاليه دقيقه يتمايز فيها استعمال هذين اللفظين خاصه في القرآن الكريم. نعم جميل. اذا يعني هذين اللفظين وردا في القرآن الكريم. كما سمعنا ان الله تبارك وتعالى ذكر كما في سوره الرحمن بينهما برزخ لا يبغيان كيف ورد يعني ذكر الحاجز او البرزخ في القران الكريم الدلاله القرانيه انتم ذكرتم يعني يعني شيء من هذا لكن ما هي الدلالات القرانيه التي وردت حقيقه ورد الحاجز او البرزخ في ثلاثه مواضع من القران الكريم نعم للدلاله على الحيز المكاني حيز مكاني ورد في القران الكريم في هذا الجانب بين المياه في المياه في قضايا المياه الدلاله على الحيز المكاني الذي يفصل بين نوعين من المياه انتم عفوا دكتور ذكرتم ان البرزخ يكون يعني في زمان ومكان, ومكان ورد في القران الكريم فقط في المكان في المكان فقط حيز مكاني بين مائين مختلفين في الكثافه ومن الملاحظ ان كل موضع من هذه المواضع قد تناولت حاله مختلفه هنا يبدا التمايز في المعنى بين اللفظين في قوله تعالى في سوره الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هنا اشاره صريحه الى ان البرزخ بين نهر عذب هذا عذب فرات وبين بحر ملح وهذا ملح اجاج في قوله تعالى في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هنا إشارة إلى أن البرزخ بين بحرين ملحين مختلفين في الكثافة بدليل أو بقرينة قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمرجان لا يكون إلا في المياه الملحة أما قوله تعالى في سورة, في سورة النمل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا فهي الآية الوحيدة التي ورد فيها لفظ الحاجز في القرآن الكريم سبحان الله وهو حاجز بين نوعين مختلفين أيضا من المياه لم تصرح الآية الكريمة عن ذكر نوعيهما يعني فقط وردت في هذه الآية فقط في هذه الآية ولم تصرح الآية الكريمة عن نوع الماءين نوع الماءين هل هما عذب وملح ام ملح وملح وما الى ذلك نعم نعم جميل جدا اذا ناتي الان الى البرزخ بين بحر عذب وبحر ملح, ملح او مالح او مالح نعم, مالح نعم نعم في سوره الفرقان كما ذكرنا قبل قليل شرح لهذه الحاله حاله البرزخ الناشئ عن ماء النهر العذب وماء البحر الملح في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان يعني هنا يعني صار فصل بين هذه الآية والآية التي سوف تصف قال الله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجع إذا مرج البحرين يلتقيان هذه الآية الكريمة فيها إيجاز إيجاز يحتاج إلى توضيح وبيان يأتي التفصيل في العبارة التي تليها هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وهذا ما يسميه البلاغيون بتفسير الايضاح هو من الاطناب يعني في تفسير الايضاح او التصريح بعد الابهام او ما الى ذلك اما اهميه الايجاز لماذا فصل, فصل فصل هذا المعنى عن هذا المعنى المعنى الاول عن المعنى الثاني اهميه هذا الايجاز الابهام الواقع في العباره مرج البحرين يلتقيان هنا إبهام في معرفة نوع البحرين وهذا له أهمية مفادها التركيز على القضية العلمية وهي المرج الحاصل بين البحرين هنا تركيز على المرج الحاصل مرج البحرين يلتقيان عن عندما يلتقي هذان البحران هناك مرج تركيز على هذه الكلمة أما قوله تعالى هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ففيها زيادة توضيح لتفصيلات تلك الظاهره وتمييزها عن ظواهر اخرى. وكما ان هذا الايضاح تضمن ما يسميه البلاغيون بتعادل الاوزان. شوف انظر الى ايش؟ التمازج بين فنون البلاغه وبين الاشارات العلميه. سبحان الله يعني كانهما يتعاضدان ويتعاونان لابراز واظهار ماذا؟ اظهار المعنى العلمي الدقيق. فنجد ان اللفظين فرات واجاج بوزن واحد فعال وهذا ما يسميه البلاغيون كما قلنا بتعادل الاوزان نعم وكانهما سوف يكونان في حاله توازن هذا الفرات وهذا الاجاج سيكونان في حاله توازن وهذا ما اكتشفه العلم ان هناك حاله من التوازن يسمونه الهيدروستاتيكي نعم يعني استقرار حاله المياه في هذه المنطقه نعم وكأن العبارة القرآنية تحمل من الألفاظ ما يعادل كفتي الميزان، وهي تحقق أيضاً ما يسميه البلاغيون بالتناسب مع المسألة العلمية في التوازن بين البحرين العذب الفرات والملح الأجاج. وفي الآية الكريمة أيضاً مقابلة تكشف عن نوعين من ماء الطبيعة هما العذب الفرات من جانب والملح الأجاج من جانب من جانب اخر ومن خلال هذه المقابله تكون الايه قد احاطت بالاحتمالات العلميه كلها التي يمكن ان تتحقق فقد احاطت بانواع المياه شون ما انواع المياه انواع المياه المختلفه في التراكيز الملحيه على اختلاف تراكيزها لما تتضمنه المقابله من هذه الدلاله دلاله الشمول والعذب الفرات هو ماء النهر بالتأكيد نعم ذكره القرآن بالكناية بقرينة ماذا؟ سائغ شرابه والملح الأجاج هو ماء البحر ذكره القرآن بالكناية بقرينة قرينة حالية مفهومة كون الملح الأجاج لا يستساو شرابه نعم, نعم جميل إذا يعني الذي ذكرتموه هو يعني البرزخ بين بحر عذب وبحر ملح او مالح. الان ناتي الى ماذا عن البرزخ بين بحرين مالحين مختلفين؟ نسمع هذه الاجابه وهذه وهذا التوضيح ان شاء الله بعد فاصل قصير. نعم دكتورنا العزيز استاذنكم. احبتي المشاهدين الاكارم ما زلنا واياكم في هذه الحلقه بعنوان الخصائص الهندسيه للبرزخ والحاجز في القران الكريم وننهل من هذا القران العظيم. نواصل بعد فاصل انتظرونا بمشيئه الله تعالى عدنا اليكم مجددا احبتي المشاهدين الاكارم جلت عظمه الله تبارك وتعالى في خلقه فهو له في كل آية شاهد على أنه الواحد سبحانه وتعالى فحيث قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تتجلى قدرة الخالق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. كيف بحر فيه ماء عذب وماء مالح وتراهما لا يختلطان بينهما برزخ لا يبغيان. فسبحان الله الخالق والمبدع والمصور دكتورنا العزيز ذكرنا قبل الفاصل سؤال ماذا عن البرزخ بين بحرين ملحين أنتم شرحتم قبل ذلك البرزخ بين بحر مالح وبحر عذب لكن البرزخ بين بحرين مالحين مختلفين نعم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الرحمن يقول الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فهنا وصف لهذه الحالة التي ذكرتها الآن نعم في الآية الكريمة حقيقة إشارة إلى البرزخ بين بحرين ملحين مختلفين مختلفين في ماذا مختلفين في الكثافة هذا مالح وهذا مالح هذا ملح وهذا ملح لكنه مختلفين في الكثافة بقرينة قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كما قلنا أن المرجان يخرج في لا يكون إلا في المياه الملحة وعبارة لا يبغيان هنا عبارة جميلة جدا هذه عبارة عن استعارة علمية يعني فيها علم هي استعارة وفيها علم يعني شبه شبه هذين البحرين برجلين متدافعين كانهما يتدافعان لا يبغيان لكنه لا يبغي احدهما على الاخر لا ينتصر احدهما على الاخر نعم ومن فوائد هذه الاستعاره التشخيص كان هناك امامك ايش مشهد متحرك من التدافع المستمر تدافع مستمر لا يتوقف يعني يصور الحاله من خلال هذه الحركه الدائمه نعم إذا هنا ما دلالة التناسب بين المرج هذا المرج والبرزخ في الشاهدين الأول والثاني اشتركت الآيتان حقيقة الآيتان الكريمتان بكلمة مرجة لوصف حالة البحرين هنا هذا المرج لوصف حالة البحرين وكلمة برزخ لوصف حالة الحيز بين البحرين مع أنهما حالتان مختلفتان فعندنا مراحل يمكن أن نذكرها المرحلة الأولى مثلا مرحلة ما قبل اللقاء وفيها معنى الخلط قبل أن يلتقيان هناك معنى الخلط ولحظة اللقاء لحظة اللقاء فيها معنى الاضطراب مرحلة التوغل التوغل بين البحرين مرحله التوغل فيها معنى الارسال مرحله الاتساع بعد ما يتوغل يبدا يتسع البرزخ نعم. بعد هذه المرحله فيها معنى المد في الى الجوانب وهكذا مرحله الاتزان وهي اهم مرحله هذه مرحله الذهاب والمجيء التوازن هذا قلنا عليه التوازن المائي نعم. التوازن الهيدروستاتيكي وهو ايضا يعطي معنى القلق والمعنى الاخر لمرجه هو الالتواء والالتواء وهو الاعوجاج شكل البرزخ يكون بهذا الشكل وكانه منحني اس هذا الاس كيرف ماكو نعم الاس كيرف وبالضبط بالضبط شكل البرزخ يكون بهذا الشكل فيكون ملتوياً هذا البرزخ يكون ملتوياً, ملتويا نعم اذا كل هذه المعاني يمكن ان تفهم عندما نقول مرجه تفهم هذه المعاني كلها المعاني العلميه والإشارات العلميه يمكن ان تفهم من خلال كلمه واحده نعم. جميل اذا نبقى الان يعني عن في الحديث عن الحاجز ماذا عن الحاجز بين البحرين وهي الصوره الثالثه المختلفه عن الحالتين السابقتين نعم. التي ذكرتموها جميعا نعم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سوره النمل اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا هذه حقيقة علمية اكتشفها العلماء في وصف الحاجز اللي سموه أسموه الانترفيس بين المياه المختلفة فقد أكد علماء المياه أن المياه الساحلية مناطق الساحلية م. نعم هي بحالة تماس مع مياه المحيطات عند الخط الساحلي يعني أكو مياه عذبة ومياه مالحة في حالة تماس وظهر سطح بيني هناك اكتشفوا وجود سطح بيني يفصل بين هذه الأنواع من المياه وخاصةً طبعاً هي مياه عذبة التي تسقط على اليابسة الأمطار المتساقطة على اليابسة عندما تذهب باتجاه الايش باتجاه البحر فتلتقي مع المياه المالحة ولكن يكون اللقاءين يكون اللقاء تحت سطح التربة تحت سطح الأرض فهذه أسموها بعلاقة جايبن هوزبرغ عالمان اشتغلا على هذا الموضوع كل على انفراد في منتصف النصف الأول من القرن العشرين واكتشفوا هذه الظاهرة على الساحل الأوروبي كان عملهم ووجدوا أولا وجود تماس بين المياه العذبة للنهر والمياه الملحة للبحر ثانيا أن المياه الملحة الموجودة تحت الأرض ليست عند مستوى سطح البحر بل إنها موجودة على عمق تحت سطح البحر بحوالي أربعين مره بقدر ارتفاع المياه سبحان العذبه الله عميقه اذا هي ووجود يعني العمق على عمق تحت سطح الارض ووجود التوازن الهيدروستاتيكي هذا ايضا التوازن مهم جدا في انشاء البرزخ او الحاجز بين سائلين لهما كثافتين مختلفتين انظر هنا اطلاق الموضوع يعني اصبحت لم يذكر النوعين اطلق اطلق النوعين لم يذكر عذب مالح 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 م. لم يذكر شيء القران الكريم حول هذا الموضوع فهنا ايضا العلماء يذكرون انهما سائلين مجرد انهما بكثافتين مختلفتين, مختلفتين يعني. ورسموا الرسومات المهمه حول هذا الموضوع وشخصوا كثير من الفوائد عندما اكتشفوا هذه الحاله وهي حاله يعني افادوا منها في قضيه حصاد المياه الذي تحدثنا عنه في حلقه سابقه، ملاحظه مهمه جدا ان الحاجز بين الماء العذب والماء الملح انما هو واقع على خط مستقيم. جميل. هنا الحاجز يقع على خط مستقيم. مستقيم. مع العلم ان هناك الكثافه تكون مختلفه لأسباب, لأسباب لأسباب مهمه انه يتكون تحت سطح التربه وتحت سطح التربه طاقه المياه المتحركه تفقد. ليش؟ لانه يكون في حاله احتكاك عندما يتحرك بين حبيبات التربه وفي مسامات التربه فيفقد المياه تفقد الطاقه، عندما تفقد الطاقه عندما تاتي وتلتقي مع بعضها لا يكون هناك تدافع، لا يكون هناك مرج كما يحدث هناك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ هنا حاجز وجعل بين البحرين حاجزة الله وجعل بين البحرين حاجزا فهنا خط مستقيم يتكون على شكل خط مستقيم ورسم العلماء ذلك الخط وهذا الخط المستقيم موجود في كل السواحل حول ايش اليابسه كل السواحل البحريه حول اليابسه ولهذا فانه لم يستخدم كلمة مرج كما ذكرنا وفي هذا إعجاز في تحديد معاني المصطلحات العلمية حقيقة جميل يعني هذا ينبغي أن يقف عليه المتخصصون وقفة مهمة وأن يعطوه أهمية لأن فعلا يعني أن تلك المصطلحات المهمة فالحواجز تتكون من أنطقة ضيقة هنا نطاق ضيق البرزخ نطاق واسع جدا قد يصل إلى 20 أو 30 أو 40 متر لانه بين بحرين متلاطمين يعني اما هنا الحاجز ضيق قد يكون متر او اكثر من متر يعني قد يصل الى عده قد يصل الى مترين او متر ونص او شيء من هذا نعم القبيل نعم جميل السؤال المهم الذي ينبغي ان يطرح ما هي العلاقه الطبيعيه بين البرزخ وبين الحاجز وهل يوجد هناك يعني نوع من التكامل في وصف هذه الظاهره الطبيعيه يعني الذي يحقق هذا المصطلحان تمام الحاجز وال والبرزخ في الحقيقة أن ترابط أن هناك اكتشف العلماء أيضا أن هناك ترابطا كبيرا بين البرزخ والحاجز فمن الثوابت في علم المياه علم الهيدرولوجيا أن المياه السطحية لها امتداد المياه السطحية ممتدة جوفيا نعم لها امتداد جوفي مياه سطحية ممتدة جوفيا أي نهر الآن له امتدادات جوفية ولهذا تزرع الغابات على ضفاف الأنهار نعم. لماذا لأن هناك مياه جوفية ممتدة, ممتدة مع إيش هذه المياه السطحية والتغذية مستمرة بين المياه السطحية والمياه الجوفية وهذا ما ذكرناه وربما نتذكر ذكرناه في, في قضية حلقة سابقة حلقة حلقة سابقة نعم. نعم طبعا من هنا فإن وجود حالة البرزخ ما دام أكو برزخ بين بحر عذب بحر ملح ونهر عذب هذه الحاله وجود هذا الحاجز تحتم وجود هذا البرزخ تحتم وجود حاجز بين هذين المائين تحت سطح سبحان الارض الله. يعني ليش لانه هذا ماء النهر له اصل م. تحت الارض وهذا البحر له اصل تحت أيضا. الارض فيلتقيان نعم. فهناك استمرار استمرار من من الأعلى هذا المنحني ثم حتى يبدأ إلى آخر نقطة يتحول إلى آخر نقطة سبحان ثم الله بعد ذلك يتحول من يصل الأرض من يصل التربة يبدأ يتحول إلى خط مستقيم مرج البحرين يلتقي يعني هو مرج البحرين يلتقي يلتقي بتموج عندما يكون فوق سطح الأرض لكن من يدخل تحت سطح الأرض يبدأ يخط خط مستقيم سبحان الله نعم سبحان فهذا الله الذي اكتشفه الباحثون في هذه المسألة طبعا هناك قضية أيضا اكتشفت سموها عدسه عدسه الماء العذب عدسه الماء العذب. عدسه الماء العذب تشبه العدسه تشبه عدسه العين يعني م. عدسه الماء العذب هذه في, الم... في الجزر جزر يحيطها البحار من ك... البحر من كل الجهات م. تسقط امطار عذبه سبحان الله هاي تسقط امطار عذبه وين تنزل تحت سطح الارض فيحيطها الماء الملح من كل الجهات لانه جزيره سبحان الله فتتشكل عدسه من الماء العذب فاستفادوا منها بداوا بحفر الابار وسحب المياه العذبه وهذا كان وجه وشكل من اشكال ايش حصاد المياه جميل الطبيعي نعم دكتورنا العزيز وصلنا الى ختام هذه الحلقه باقل من دقيقه ما الفروق التي نستطيع ان نضعها بين البرزخ والحاجز نعم طبعا هناك يعني جمله من الفروق جمله من الفروق اولا دل البرزخ على الحيز المكاني كما ذكرنا والفترة مم. الزمنية في نفس الوقت بينما دل الحاجز على المكاني فقط دل البرزخ على الحيز المكاني الواسع أو الفترة الزمنية الطويلة بينما دل الحاجز على شيء ضيق مم. هاي مسألة أخرى مم. مسألة ثالثة يكون البرزخ فوق سطح الأرض مم. يكون الحاجز تحت سطح الأرض مم. يكون البرزخ ملتوى يعني على شكل إسكير بينما يكون الحاجز على شكل خط مستقيم, مستقيم وجود البرزخ يستلزم وجود الحاجز بينما وجود الحاجز لا يستلزم وجود البرزخ. جميل نعم بوركتم دكتورنا العزيز وبورك ما ذكرتم ونفعنا الله بما قلتم معلومات في غايه الاهميه وينبغي الوقوف عندها ويعني بصراحه الامر اكتشافات كلش جميله نسال الله تعالى ان يجعلها في ميزان حسناتكم. احبتي المشاهدين الاكارم أصلي وياكم الى ختام هذه الحلقه التي كانت بعنوان الخصائص الهندسيه للبرزخ والحاجز في القران الكريم. اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لفضيله الاستاذ الدكتور احمد عمرو الدليمي التدريسي في كليه التربيه بنات جامعه الموصل، كما اشكر لكم حسن اصغائكم ومتابعتكم حتى التقيكم في حلقه اخرى من برنامجنا وبالحق نزل. أستودع الله دينكم وأماناتكم وصالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته